تحب تقول ايه في اليوم العالمي للاب؟ احب اشكر كل اب، لان الاب ده هو عمود البيت. الاب هو عمود البيت ولا يمكن الاستغناء عنه، ووجود الاب في الحياه شيء داود. ونشكر كل اب وكل ام يقدمون، وهم اللي يتعبون علشان اولادهم. والله انا والدي متوفي بس يعني لسه زايره من قريب، حابب اقول له كل الخير والفضل اللي انا فيه ده بسببه، ويمكن يعني مش متدين قوي او مش قريب من ربنا قوي يعني، بس بحاول اعمل حاجات بسيطه كده يعني، بنقل افكار عنه، بنقل حاجات قالها كويسه بتفيد الناس. والله وانا يعني هو الاب عامه ما كانش واخد حقه، بس دي فكره كويسه جدا اللي احنا ننشر اليوم العالمي الاب في مصر، يعني شو اصلا ما كانش حد يعرف عنه حاجه. وانا بقول برضو ان الاب كان يستحق كده من زمان، والحمد لله يعني اللي هم كرموه، عشان هو احنا الواحد من غير باباه ومامته ما يسويش حاجه. هو الاب عامه الحمل بتاعه كبير جدا، والست برضه شايله حمل كبير، بس النهارده الاب المفروض يعملوا له كيان ويعملوا له عيد اب حب للابناء، يخلوا الاب ده حاجه كبيره بالنسبه لهم، ما تكونش الام اي نعم ركيزه كبيره وشايله البلد وعامله كل حاجه، الام مدرسه، بس الاب برضه ليه حقوق كبيره، الابن لما يحترم ابوه والبنت ويعملوا له عيد ميلاد، يعملوا له حاجه، يابا الهديه دي ليك حلوه، الاب هتبقى روحه طيبه وهبقى مبسوط جدا. كل سنه وانت طيب، وهو برده حق ان انا اعيد عليه، لان هو شال عننا كتير في البيت وشال حمل ومصاريف كتير، فمن حقه برده ان انا اقول له كل سنه وانت طيب، لان الابن من غير اب من غير ضهر في الحياه وبيتبهدل وبيشوف مأساة كتير. يعني حاسس ان الاب في مجتمعنا المصري والعربي عموما واخد حقه. قانون الاسره اللي محطوط دلوقتي بيظلم اي اب في الحياه، وكمان يعني في حاجات المفروض تتغير بقى، يناقشوها يتكلموا فيها بخصوص بقى الطفله ورعايتها والوكاله التعليميه والكلام ده، لازم الدوله بس تبص شويه عشان الناس مش هيعمل كل حاجه يعني، كتر خيره. يعني بصراحه هو واقف جنبي كتير جدا في حاجات كتير، فربنا يبارك لي فيه ويخلي حسه في الدنيا، والحمد لله ان هو موجود في حياتي، يعني هو سندي وظهري طبعا.